لله. منورنا وفخورين بيك جدا جدا جدا. والله الحمد لله الحمد لله. يعني يمكن ثلاث بطولات وكان موسم استثنائي، وقابلت لك صعوبات اصابات اعداد متقطع، يعني موسم كان صعب يا كابتن. تمام. يعني هو موسم مش صعب، بس هنقسمه طبعا لو حبيت نقسمه قبل الكورونا وبعد الكورونا. صحيح. نهايه الموسم اللي فات كانت 23/4 بعد ماتش الزمالك كسبناه 3-0. 1/5 كان تم استدعاء 10 لعيبه للمنتخب. تمام. 1/5 كان لازم فرقه المنتخب كانت تستدعى لخوض تقريبا 7 بطولات في الصيف. صحيح. منهم كان 10 لعيبه من عندنا، عبد الله وحسام وقطب وصلاح وسعيد وعبد العال وعادل وعبد الرحمن وعب ومنعم كانوا مصابين، كانوا في الاخر يعني اصابات في الركبه، اصابات في الركبه، فاعتذروا عن البدايه الاولانيه. وكان معايا رؤوف وعبد اللطيف ورمضان ومعوض وابو السعود ومنعم، ابتدى كان في اواخر تاهيله يعني، فابتدى يخش واحده واحده معانا. فابتدينا ان احنا نعمل اعداد عادي خالص طبيعي يعني. ابتديت استدعي 10 من اللعيبه الناشئين عشان خاطر اعمل، انا حاولت ان انا ما العبش الدوري الادوار التمهيديه، ما كانتش فارقه لان نتيجتنا ما كانتش محسوبه يعني. لكن استدعيت 10 ناشئين عشان برضو يبقى التمرين فيه نديه وتبقى الدنيا مظبوطه واقدر اكمل 6 حتى في الملعب. فاستدعيت يعني بشورتج جامد جدا في اللعيبه. استدعيت الصافي ومرجان، عمر اكرم، الحسيني، زياد اسامه ولد صغير عنده 17 سنه، عمر شريف، مروان صافي، انس شوقي، عمر زكريا، محمد عثمان، 10 مع اللي انا قلت لك عليهم دول. ابتدينا نعمل فرقه ونتمرن ونلعب مش كده وبس يعني. ابتدى الضغط النفسي علينا ان احنا لازم نكمل 100 ماتش بدون خساره. كان طبعا الانجاز اللي اتكلمنا عنه كتير ومران وتكرار 100 مباراه، انت كنت عايز تحافظ عليه. احافظ عليه ويعني والجمهور كان نفسه قوي ان احنا نحافظ عليه. فابتدى الضغط النفسي ان انا معايا لعيبه صغيره، اتحطيت حتى في مجموعه مش 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 سهله بالنسبه للناس اللي معايا. اتحطيت في مجموعه جزيره الورد والطيران وهليوبلس وشرقيه للدخان، دول ثلاث فرق كانوا جايين، والزهور كان معانا، دوري رايح جاي. الولاد دول بالصغيرين بصراحه كانوا قدوا المسؤوليه ما شاء الله، وكسبنا عدينا المرحله دي لغايه لما الولاد بقى بتوع المنتخب. هي دي بقى المشكله كبيره جدا. مش مشكله، هي كانت طبعا لعبوا تصفيات العاب افريقيه، لعبوا تصفيات العاب اولمبيه، لعبوا بطوله التحدي، لعبوا بطوله الامم الافريقيه اللي كانت في مصر هنا، لا كانت في تونس. الامم الافريقيه كانت في تونس، لعبوا الالعاب الافريقيه كانت في المغرب، ولعبوا بطوله كاس العالم. دي طبعا انهاك للعيبه كلها. اللعيبه جات لك خلصانه ست ماتشات. كويس. كملنا الدوري، وبعدين ابتدى بقى الدوري رايح جاي 12 فرقه. لعبنا اول 7 ماتشات الحمد لله كسبناهم، كملنا الماتش ال100 بماتش سموحه، والدوري توقف يوم 29/11 لغايه عشان تصفيات الاولمبياد. تمام. لعبنا الولاد راحوا تصفيات الاولمبياد، للاسف الشديد كان في اخفاق وكانت ضربه قويه جدا لمصر. انت لازم تلم. صحيح. جايين نفسيا محطمين تماما. دي اللي كانت في مصر بقى كده، دي اللي كانت في مصر، وخسرنا من تونس 3-0. فدي كانت صعبه جدا على فكره. صحيح. المنتخب كان عمل اعداد رهيب يعني. كان في معسكرات كويسه جدا، لكن طبعا كان ما توفقناش. كانت انتكاسه كبيره جدا عليا قبل اي حد طبعا، لان اكبر عدد لاعبين عندك. تمام. واللعيبه الكبار مش واخده على الخساره يعني، فعلا كان حالتهم النفسيه كانت صعبه جدا شوية. لعبت ماتش القناه، وبعديها كان ماتش الزمالك اللي خسرناه. ده بتاع الدور الاول. وكان في ظروف برضو، عبد الله والدته كانت عملت حادثه يعني، وكان هو مش موجود يعني تقريبا بصفه دايمه، لكنه صمم ان هو كان يجي في تمرينات كتير. لكن عدينا المرحله دي، وبعد كده لعبت ماتش الجيش، وبعدين سافرنا السعوديه معسكر اعداد للبطوله العربيه. دي كان الحمد لله قدرنا نعمل المعسكر، كان نادي الوحده الدعوه يعني. عملنا هناك ماتشين، رجعت لعبت ماتش سبورتنج ولعبت البطوله العربيه. طبعا البطوله العربيه في خلال الشهر 12 جالي جواب ان انت هتشارك ولا لا. كابتن رؤوف استدعاني قال لي هتشارك ولا لا. هتشارك ولا لا. تمام. انا طبعا وافقت. خلي بال حضرتك برضو، انا بس ان احنا البطولتين اللي فاتوا ما اشتركناش في البطوله العربيه، السنتين اللي فاتوا. لا احنا بقالنا كتير جدا مش شاركنا يعني. قصدي اقول لك، لا انا بتكلم على الثلاث سنين اللي خدنا فيهم مش تمام. لا لا ما خدناش بطوله عربيه او ما شاركناش. لا دي كانت اول مشاركه، وبعد فتره كمان طويله. تمام. فكان طبعا قرار صعب بتهيألي لحضرتك، لان هي بتبقى في اول الموسم ومجهده، وبتلعب شمال افريقيا يعني البطوله برضو ثقيله. هي انا بصراحه طمعت، لان انا الحمد لله عندي لعيبه يقدروا يقدروا ان هم يحافظوا على الكلام ده. لكن فعلا الجهات كان واضح عليهم جدا، وانا ما كنتش اقدر اتراجع عن القرار اللي انا خدته قدام مجلس الاداره ان انا خلاص هشارك في البطوله العربيه، لان الاداء كان قلقني.
وفعلا البطوله العربيه في اولها سواء وقعنا في لعبنا 6 ماتشات فيها، الدور الاولاني الحمد لله كسبناه كله، الدور الثمانيه كان 3-2 الجمهور قلق، الدور قبل النهائي 3-2 الجمهور فعلا ابتدى في نديه بس برضو الاداء فعلا يعني هم ليهم حق طبعا، الجمهور كان ما كانش بس ماتش الزمالك بقى كان اداء اكتر من رائع في الدور النهائي في ماتش النهائي 3-0، وكان فرقه فعلا في مستوى عالي جدا، قدرنا الحمد لله ان احنا نحقق البطوله. عندك لعيبه من ذهب يا كابتن ما شاء الله في وقت الجد، كنز يعني اول بس ما بتشيل التراب من عليه كده يبان، ما في هم بصراحه كنز وما فيش تراب ولا اي حاجه. لا ما شاء الله، لا الاجهاد انا قصدي الاجهاد، يعني الاجهاد لما زاد عليهم بس نفضوا الاجهاد كده، بالك حضرتك ده كل ده بالاجهاد، يعني كل ده بالاجهاد طبعا.